السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم هو صباح الجمعة 8 ربيع الثاني 1446 الموافق 11 أكتوبر 2024. الساعة الآن تقريبا 6 صباحا. بروح إن شاء الله إلى شاطئ نصف القمر الهاف مون، يقولون إنهم مسوين يعني محدثين الشاطئ ومسوين أشياء جميلة في الشاطئ هناك، وإلى شاطئ الهاف مون. وفيات السعادة، نبدأ مشوارنا وفيات السعادة. السلام عليكم. اليوم في عندنا رحلة للهاف مون، نبغى 2 كبدة مع زبدة بس، ما في شطة ما في جبن، 1 عصير برتقال، شوية ثلج، و2 مويه بارد. ايوه بس ريال 14. اوكي. في يوتيوب شانل؟ اي موجود شانل. ايش اسمه هذا الشانل؟ عادل اليامي. عادل اليامي شوف. هذا عصير البرتقال. ما شاء الله تبارك الله. وهذه الكبدة وما شاء الله تبارك الله بالعافية علينا. على طريق الملك خالد، الآن أنا واقف على طريق الملك خالد. هذا طريق الملك خالد اللي يودي للعزيزية والهاف مون، والأجواء هادية الصباح اليوم الجمعة، حركات السيارات خفيفة، حركة السيارات خفيفة، ما في زحمة،
وفيها على الطريق هذا نفسه فتح فرع لشركة تويوتا، تويوتا ولكسس في معرض واحد في آخر ال التحويلة هذه، فتح معرض تويوتا ولكسس. الأول كان فقط موجود في الظهران عند مول كيان هناك فرعهم القديم، أول فرع أذكره لهم كان شارع الملك خالد زمان أيام الكراسيدة موديل 78 و80، يعني قبل تقريبا 44 سنة أذكره كان هناك. والآن هذا فرعهم الجديد، هذا هو هناك فرع الجديد حق تويوتا. اللي يبغى يبحث عن سيارات تويوتا ولا يروح معرض تويوتا يجي هنا، لهم معرض جديد أحسن من هناك. هناك وحتى ما تحصل موقف، المكان مزدحم عند إشارة، وهذا المكان هنا ما شاء الله مثل ما تشاهدون ما حولهم شيء. مساحة فاضية، وهذا تويوتا ولكسس، هذا شعار لكسس وشعار تويوتا، حسن جميل للسيارات. الأول كان عبد اللطيف جميل، الحين صار حسن جميل. أعتقد هذا من الأبناء، مبيعات السيارات الجديدة والصيانة وقطع الغيار والسمكرة والدهان، كل شيء موجود هنا في هذا الفرع. هذا المعرض وفيه هنا سيارات لكسس، هذه سيارات لكسس بس كنا معرض صغير، يعني بعض السيارات وقسم الصيانة سيرفسي. ومن الجهة الأخرى المعرض، هذا المبنى تبعهم، وهذه أرض فضاء جنبهم. وهذه قطع الغيار هنا، وهذا البسامي اللي ينقل سيارته من الرياض، من الجنوب، من الشمال للشرقية، يستلمها من هنا مقابل تويوتا بالضبط. هذه تويوتا، معرض تويوتا لاند كروزر وهايلوكس وبرادو، نص لكسس ونص سيارات تويوتا. وهذه سيارات لكسس، جيب لكسس صغير. وهذا طريق الملك خالد، هذه من المناطق العزيزية الجديدة، كلها فلل تمليك جميلة. من هنا على اليمين وعلى اليسار هذه المنطقة اللي خلف
حي الخزامة. حي الخزامة من الأحياء الجميلة في العزيزية، وأول حي يقابلكم طالع من الخبر على يدك اليمين رايح العزيزية في طريقك، طريق الملك خالد، أول حي في العزيزية يقابلك حي الخزامة. وهذه المنطقة خلفها اللي تكون على طريق أبو حدرية، أولها في طريق الملك خالد وآخرها على طريق أبو حدرية. منطقة كبيرة كلها مثل ما تشاهدون، كلها في التمليك، منها حديث ومنها قديم، ومنطقة هادية وجميلة. المناطق هذه لها حديثة في الخبر، يعني 10-15 سنة بالكثير. قبل هذه السنين ما كان يوجد شيء، ما زالت هنا على اليمين هذا البيب، هذا البيب اللي بتشوفونه مثل الجبل كذا، هذا بيب مدفون يفصل بين المنطقتين، يعني ما لك طريق إلا تطلع من حي الخزامة وتروح يمين وبعدين ترجع تدخل أعتقد من حي النورس. ثاني حي قابلك حي النورس، هذا حي الخزامة. وحي الخزامة تقريبا مقابل من الجهة الأخرى حي الجسر، يفصل بينهم طريق الملك خالد اللي يؤدي للعزيزية. هذه المنطقة طلعت بعد حي الجسر مثل ما تشاهدون، كلها فلل تمليك متشابهة في الشكل، يعني كلها مقاولات، شركات سوت هذه البيوت وبنتها وبعدين باعتها مثل ما تشاهدون، يعني بيوت جميلة كلها دورين أعتقد أو في الدوبلكس. وهذا التقاطع اللي يفصل بين، يعني هذا أكيد حي الخزامة، بس هذيك اللي تابع الحي الخزامة أو حي ثاني ما أعلم والله، لكن هذا أكيد حي الخزامة. لا تابع لحي الخزامة، تذكرته كلها تابعة لحي الخزامة. هذا الطراز قديم، هذه البيوت طراز قديم، وكانت في وقتها تعتبر طراز حديث، وهي من اللي تاخذ في البنيان، يعني بنيان كثير ومكلف جدا. طلعت بيوت الآن يعني فيها لمسات أكثر جمالية وناعمة من الأشكال هذه، أكواخ وطابوق ومدري كيف ساير ومظلات، يعني مثل هذه البيوت صارت فيها ديكورات. شوفوا كيف، يعني أنا أحب الستايل هذا حقيقة، أحب الأشكال هذه حلوة جميلة. وكذا طلعنا من حي الخزامة ويقابلنا هنا أسواق المزرعة. المزرعة هذه ما أدري إيش رقمها والله، ما عليها رقم. هذا طريق الملك خالد وهذا حي الجسر، هذا حي الجسر الجهة الأخرى، وهذا حي النورس. حي النورس وهذا حي الجسر، وبعد حي الجسر يجي حي التحلية. هذا الحي اسمه حي التحلية على اليسار هناك بعد حي الجسر، طريق الملك خالد. طبعا هذا سمي بحي التحلية مثل ما تشاهدون، التحلية هذه التحلية، عمدان التحلية
مثل ما تشاهدون هذا حي التحلية. حي التحلية طبعا ما له علاقة بالتحلية، لأن التحلية فيها سكن تابع للتحلية نفسها، لكن هذا الحي سمي بحي التحلية لقربه من شركة تحلية المياه ومؤسسة تحلية المياه، مثل حي الجسر سمي بحي الجسر لقربه من جسر الملك فهد، فسمي الحي بحي الجسر. وهذا أمامنا مباشرة دوار العزيزية ومجسم البيرق اللي يمثل قافلة الملك عبد العزيز لما انطلعت من الكويت إلى الرياض. وهذا مجسم البيرق وعليه رسومات قافلة الملك عبد العزيز مثل ما تشاهدون، القافلة اللي طلعت من الكويت إلى الرياض. مجسم جميل. ومن هنا العزيزية. العزيزية أحياء العزيزية الأصلية، يعني هذه الأحياء الخزامة تنتسب إلى العزيزية لكنها يعني ما هي في العزيزية المتعارف عليه بالعزيزية الأصلية. والعزيزية الأصلية اللي تقع يعني عند بحر الشواطئ، مثل ما تشوفون هذا شاطئ هنا وشواطئ على اليسار. هذا أمامنا هذا حي النورس، شوفوا حي النورس هاي لعب. وهذه تفتيش هنا على الصباح المرور. وهذا حي العزيزية مثل ما تشاهدون، حي كبير على مسافة كبيرة، واللي صار مكان مزدحم وأسواق ومحلات. وهذه اللوحة القديمة طريق سلوى 241 كيلو، هذه اللوحة القديمة، لأن بعد ما فتح الخط الجديد تغيرت المسافة. وهذا شاطئ العزيزية مثل ما تشاهدون الأصلي. يوجد بعض السيارات على الشاطئ، وحي العزيزية يمتد تقريبا يمكن 15 كيلو، كلها أحياء جديدة، كل التوسع في الخبر يعني الكبير في جنوب الخبر وفي شمال الخبر. شمال الخبر اللي هو من كورنيش الخبر الشمالي، أحياء جديدة هناك اللي طلعت اللي فيها المول اللي صورته، مول الشرفات، شرفات مول، لين تقريبا يوصلك يعني تعدى الراكة لين يوصلك للدمام. ومن الجنوب هذه العزيزية ممتدة، العزيزية ممتدة إلى تقدر تقول إلى ما لا نهاية، يعني من هنا للهافمون 30 كيلو. هذه كلها أراضي فاضية ممكن ظهور فيها أحياء جديدة، ومن الهافمون إلى سلوى أو إلى الحسا، هذه كلها أراضي فضاء بالإمكان أن تمتد وتوسع، يعني مسافة 200 كيلو إلى سلوى.
مسافة 200 كيلو ما تعتبر شيء بسيط، لأن الخبر كلها يعني إذا أخذتها من أولها من تطلع من الدمام وتدخل في الخبر لين ما تطلع من العجزية كلها ما تجي يعني 30 كيلو أو أقل، فما بالك بمسافة 200 كيلو. وهذه شواطئ العجزية الجميلة، شواطئها حلوة، وهذه أعتقد فلن توها جديدة وحديثة أو أنها شاليهات فنادق، الله أعلم. وهذه مثل ما ذكرت لكم الأحياء الجديدة بالعزيزية، كل هذه فلل مثل ما تشاهدونها فلل حديثة، ولسه بعضها أو معظمها ما سكن لحد الآن، كلها مشاريع ممتدة. وأحياء هذا سوق جديد بعد، هنا محلات، شوفوا الأحياء هذه ايش كثرها هنا، لسه لحد الآن هذا مشروع أسوار السكني جميلة جدا. وهنا بيوت مسكونة فيها ناس ساكنين، هذا المشروع الجديد حياة ووك، مشاريع كثيرة يعني ممتدة العجزية في توسع عمراني مثل ما تشاهدون هناك البيوت في الأخير، هذه كلها مناطق لم تكن موجودة في السابق. وهنا مثل ما تشاهدون بس الشمس مسكرة علينا، توسع عمراني في مدينة الخبر، هذه طبعا تتبع مدينة الخبر وبلدية الخبر. وإذا دخلنا في منطقة الهافمون، الهافمون تابع إلى بلدية الظهران، منطقة الظهران. الظهران نفسها يعني كانت تابعة إلى بلدية الخبر، ترجع إلى بلدية الخبر، ولكن في عام يمكن 1417-18 كذا يعني تم فصل بلدية الخبر وتأسيس بلدية مستقلة بمنطقة الظهران، طبعا لأنها منطقة كبيرة و السكان فيها كثيرين وكذا، ويحتاج انهم يراجعون يعني في اصدار الاوراق والمتابعة وكذا، يحتاجون الى بلدية مستقلة لمنطقة الظهران، فكان القرار باستحداث بلدية مستقلة بمنطقة الظهران، وكان اول رئيس لهذه البلدية المهندس عصام الملة. المهندس عصام الملة كان ينوب رئيس بلدية الخبر المهندس جمال الملحم، وبعدين لما استحدثت بلدية الظهران وضعوا فيها المهندس عصام الملة وأصبح رئيس بلدية الظهران، ثم تطورت. وبعد سنوات يعني أنا عملت مع المهندس عصام الملة فترة طويلة، وكنت من فريق العمل تبع المهندس عصام الملة، جاء قرار بتعيين بعد ما نقل المهندس جمال الملحم رئيس بلدية الخبر أصبح وكيل الأمين المنطقة الشرقية في أمانة الدمام،
أصبح المهندس عصام رئيس بلدية الخبر، وجلس في هذا المنصب فترة طويلة حقيقة. وبعدين صار وكيل الأمين، بعد ترفع وصار وكيل الأمين، وبعدين نقل إلى الإحساء، صار ما أدري إيش اللي صار تم بعدين. المهم الآن أصبح أمين مدينة الإحساء، أمين أمانة مدينة الإحساء، يعني منصب كبير ما هو منصب صغير، ويطلق عليه معالي أمين مدينة الإحساء، وما زال في منصبه حتى اليوم. نعم، وهذه مثل ما ذكرت لكم الأحياء في العزيزية ممتدة، وكم حاليا وقت وأنا أمشي ما زالت المخططات ما شاء الله تبارك الله يعني تقام مثل ما ذكرت في هذا الطريق، واللي يمتد إلى سلوى، ويمتد أيضا إلى الأحساء. الأحساء 160 كيلو، كل هذه المناطق صحاري فاضية. قبل يمكن 30 سنة نذكر كنا نقول تواصلت الدمام مع الخبر، لأن كنا الأول لما نطلع نروح للدمام يعني كنا نمر كذا يعني صحاري بين الدمام والخبر، كان آخر شيء حدود الخبر طريق الملك فيصل، طريق الملك فيصل عفوا طريق الأمير فيصل بن فهد اللي في مصنع البيبسي، كان يسمى شارع البيبسي، هذا كان آخر حدود الخبر، وكان في وكالة مرسيدس القفالي، وبعدهم كان يبتدي البر. أذكر إحنا صغار أطفال يعني 12 سنة كذا، أقل من 12 سنة، كنا نطلع إحنا صغار يعني نطلع نروح الخبر الشمالية، كنا نسميها الخبر الشمالية، وإحنا ساكنين في الخبر الشمالية بس قريب من السويكت. السويكت ما كان يسمى يعني الخبر الشمالية، وكنا نطلع إلى طريق الأمير فيصل بن فهد، وإذا وصلنا هناك بعده خلاص يصير صحراء، وكنا ندور الفقع وندور التراثيث في الصحاري اللي هناك اللي هي الآن بندرية، منطقة البندرية، يعني من هذاك المكان كانت صحراء إلين ما توصل الدمام، إلين قرب السكة الحديد، كانت هذه المناطق كلها مشابهة إلى هذه المناطق كذا فاضية ما فيها شيء. شوف العمران كيف، البيوت كيف، هذه من خلف أحياء العزيزية على طريق الهفمون، وتجينا بعدين جامعة الأمير محمد بن فهد، وهذاك بيت هناك قريب كذا يعني مثل ما تشاهدون البيت في وسط الصحراء، أدري هو بيت أو لا، الحالة كذا يعني. نعم، كانت كل الطريق من الدمام، من الخبر إلى الدمام صحراء ما في شيء. فقبل 30 سنة كنا نقول تقريبا تواصلت الدمام مع الخبر، صارت كلها عمران وأحياء وبيوت وكذا، والآن الامتداد جنوب وقد يصل إلى الأحساء، بس يحتاج أيضا يمكن إلى 50 سنة 60 سنة، والله أعلم. جامعة الأمير محمد بن فهد، وهذا مخرج طريق الخالدية، هذا المخرج الطريق جديد، وكان هذا الطريق يسمى سابقا طريق الموت، وكنا نسميه طريق المهجور. هذا الطريق الجديد
الجميل يمين كذا تاخذه يوديك يرجعك للعزية ويرجعك للقاعدة الجوية. وكان طريق خطر حقيقة، كان قديم وكذا، والآن صار عليه إشارة ومرتب كذا تاخذه. يعني إذا تبى تروح للهافمون أو جامعة، هذيك جامعة الأمير محمد بن فهد، تطلع من الثقبة أو الخبر حي الجسر على طريق أبو حدرية، ويجيك دخلة تدخل مع يسار قريب، يعني منه إذا رحت منه يصير قريب. بس الأول ما كان في طريق، كان مسكر، هذا ما في طريق من هنا. هذا لأنه صارت فيه أحياء، هذه أحياء العزيزية الصواري. يعني إحنا أخذنا الطريق كيف جينا من العزيزية ولفينا كذا ورجعنا كذا، هذا اللي خلى الطريق طويل علينا. لكن اللي بيروح لهفمون ويروح جامعة الأمير محمد بن فهد، هذا الطريق أقرب له كثير، لأن هذا تطلع سيدة كذا تلف يسار ويوديك كذا للهفمون. كان يسمى طريق الموت، وكنا نسميه طريق المهجور. وجلسنا في هذه المنطقة هنا سنين طويلة في هذا البر، يمكن 10 سنوات أو أكثر أو 15 سنة. ما كانت منطقة فاضية ما فيها شيء قبل لا تنبنى حتى جامعة الأمير محمد بن فهد. وكان في طريق بس إنه ما يوصل لهنا، مسكر. وبرضو في نفس الطريق هذا في نافذ شارع تروح عليه على طول، ينزلك على هفمون الكثبان الرملية الطعوس هناك، من هنا قريب، مختصر جدا. أيضا هذه المنطقة تقع تحت شبك المطر، وبعدين جاء قرار بالإزالة. يعني كل كثير هنا هواة الحمام والناس عندهم غنم وكذا، يعني كانوا موجودين في هذه المنطقة سنين طويلة. جاء قرار بالإزالة وكل شال قشة، واللي راح على طريق الرياض واللي راح على طريق الجبيل مسافة 80 كيلو، في المناطق هناك ما فيها شيء، وحطوا حلالهم هناك وجلسوا من ذاك الوقت. كان قريب علينا المكان هنا، هنا. و يعني هذا كل المكان جديد هنا، أنا ما أعرفه والله، ما سبق لفيت من هنا. وهذه جامعة الأمير محمد بن فهد، اللوحة مكتوب جامعة الأمير محمد بن فهد ترحب بكم، حياكم الله. هذه الجامعة يمكن لها 10 سنوات أو نحو ذلك. وجامعة الأمير محمد بن فهد جامعة أهلية، ليست حكومية، جامعة أهلية وتدرس فيها بفلوس. وتقريبا السنة حسب ما أذكر سابقا قبل التضخم في الأسعار، أذكرها 50,000 أو 60,000 في السنة، وهذه الجامعة. أما الآن ما أعلم والله، يمكن صارت 80 90 70، لا أعلم. والمبنى فيها مصمم مبنى غريب كذا، يعني مايل المبنى. وهي عدة مباني، يعني هذا مبنى هنا وهذه مباني هنا، مركز البحوث، وهنا مختبرات العلوم والهندسة. وجامعة لها صيتها، كثير يعني من الطلاب يدرسون فيها ومتخرجين من هذه الجامعة، جامعة الأمير محمد بن فهد. يعني أذكر كنا نقول وين هذه الجامعة، من بيروح هذه الجامعة، بعيدة. الآن أصبحت في وسط المدينة. هذه البيوت، شوفوا البيوت هناك.
هذه البيوت، شوفوا البيوت، هذه البيوت هناك الصواري، حي الصواري. أنا حفظت اسم الصواري لأن ولدي يسكن فيه وأخوي يسكن فيه. وهذه النهاية هناك، مساحتها كبيرة يعني الجامعة إلى نهاية الشارع هناك، كل هذا تابع للجامعة. وهذه أحياء العزيزية. وهذه الجامعة، البوابة الرئيسية للجامعة، الدخول من هذه البوابة. طبعا الجامعة أمامها مثل ما تشاهدون الحديقة الجميلة، وهذه بوابة دخول الجامعة، وهذا أشجار النخيل إلى المدخل الرئيسي. هذا المدخل الرئيسي، طبعا أكيد ما راح يدخل إلا يكون مع السكر وكذا، جامعة الأمير محمد بن فهد. وهذه الجامعة من الداخل ممنوع الدخول وكذا، بس مدي ورانا. يوم جمعة أصلا، حتى لو طالب يجي يمكن اليوم أو يمكن فيها سكن ورا. يعني اليوم جمعة وكذا. هذه بوابة لابد ما تثبت يعني أسباب دخولك، مثل ما تشاهدون هنا من الخلف يحيط هذا الشارع، ودار ما دارها ما شاء الله حديقة وأشجار النخيل. ومن هنا تبدأ منطقة الهاف مون، شاطئ نصف القمر. هذه المنطقة لسه شغالين فيها، ما اكتمل فيها مثل ما تشاهدون المظلات والعروش اللي حاطين لهم جلسات حلوة، ومظلات من السعف، ومظلات كبيرة، وأشياء جميلة. يعني كل الهاف مون محدثينه. في دخلة من هنا بس ما زال المكان مسكر تحت التعديل. وهذه الكثبان الرملية اللي في الهاف مون، اللي كل نهاية أسبوع الشباب يعني بالذات في أيام الشتاء والأجواء الباردة المكان هذا تعبة، بس أشوف حاطين شبك الحكومة، المكان تعبة من الشباب هنا يطلعون للطعوس. ما شاء الله شوف السيارات الفود تراك هنا كيف كثيرة في شاطئ نصف القمر. هذول اللي كانوا في العزيزية، شيء منهم راح شمال الخبر وشيء جاء هنا في الهافمون. هم يبغون شاطئ العزيزية هذا سنين، وهم البلدية تشيلهم يرجعون، وحطوا لهم السوق هذا السوق حطته الحكومة وسفلته وسوت فيه يعني كل واحد له بسطة. مثل ما تشاهدون هذه البسطات مثل ما تشاهدونها وضعتها الحكومة لأجل الناس يعني تجي هنا، لأن هذه المنطقة تابعة للظهران، ويعني الأراضي هذه حكومية، هذه شاطئ العزيزية خاص، يعني أراضي خاصة على البحر هناك، وصارت فيها أحياء سكنية، ويصير زحمة في المكان هناك. المهم أن شكلها هذه المرة يعني الحكومة جادة في الموضوع، لأنهم عدة مرات يشلونهم ويرجعون، بس أشوف المرة هذه ما حد رجع منهم.
وكانت في المنطقة هذه هنا ملاهي الأمير محمد بن فهد سنين طويلة، بس أنها توقفت وجلست كذا سنة مهجورة وبعدين زالوها، ولا كانت الناس كلها تجي، كان فيها زحام شديد والدنيا تتغير، يعني كل يوم يطلع شيء جديد وكل يوم مناظر جديدة وملاهي جديدة وأسواق جديدة. كانت هنا في هذا المكان، هذا المكان كانت هنا ملاهي الأمير محمد بن فهد، وهذا شاطئ يعني أهم شاطئ في الهافمون، يعتبر أقدم شاطئ. هذا الشاطئ يعتبر أقدم شاطئ في الهافمون، وما كان له طريق. أنا حضرته وأنا صغير، كنت في نادي الغالسية، كنت تبع فريق السباحة، وجابونا هذول يلعبون جيتسكي، مجموعة من طلاب مدرسة، من الجبيل الظاهر مكتوب السيارة الباص عليه الجبيل. كان في مسابقة دورة خليج للسباحة، وأعتقد كان ذيك السنين البطل علي مكي أو حاجة زي كذا، كان كل سنة يحقق بطولة السباحة، وحضرناها وبالفعل يعني هو اللي فاز بذيك الدورة. وكان لي صورة في نادي الغالسية مع فريق السباحة قديمة جدا وأنا صغير، يعني 9 سنوات 10 سنوات، كنت ما زلت أدرس في ابتدائي. كنت أطلع من المدرسة أروح البيت أتغدى وأروح للنادي على طول، من يسار يودينا إلى شاطئ الهافمون. اعتقد ان الطريق اللي جينا فيه يعني في دورة الخليج هذيك ما كان فيه يعني طريق الهافمون، هذا ما كان يوجد. اعتقد انه يمكن هذا الطريق اللي جينا فيه، لان سمعتهم يقولون عن طريق بقيق، يروحون عن طريق بقيق. هذا الطريق الهافمون ما كان موجود اول، كان فيه فقط للحزيزية، بعدين سووا هذا الطريق اللي هو طريق الهافمون الجديد، واللي هو يمشي بمحاذاة البحر كذا، يلف كذا يعني مسافته طويلة لأنه يمشي بمحاذاة البحر، ما سووه يعني يمشي سيدة زي ما لف العزيزية ياخذها كذا ويرجع مرة ثانية. هذا شاطئ الهافمون، أو أهم أحد شواطئ الهافمون اللي دائما تجي الناس وجهتها عليه ويكون مزدحم أكثر شيء. في شواطئ غيرها كثير يعني بعد هذا الشاطئ، ويبدو أن هذا الشاطئ أصلا حتى ما في تعديل، ما أشوف في تعديل أنا، هذا مثل ما هو قديم. في شواطئ كذا وشواطئ منه كثيرة يعني، وفي ناس في البحر شوية تسبح وكذا، الأجواء جميلة للسباحة، جو زين يعني حار نسبيا، العيال هنا قاعدين يرقصون داخل البحر، هذول الشباب قاعدين يترقصون داخل البحر. الوقت يعني مناسب جدا، يوم جمعة والجو أكتوبر، وكل عام وانتم في اكتوبر بخير وصحة وعافية. وهذه السفن اللي بيأجر سفينة قارب تاخذ جولة داخل البحر، يستانس عليها. نعم، وهنا تشوفون الناس داخل البحر تسبح في هذه المظلات والجلسات الحلوة الجميلة. وهذا الفندق سكنت فيه يوم واحد، والله كانوا مسوين
عروض ما ادري ايش يوزعون دفاتر. اول ما بدت الدفاتر هذه التسويقيه الترويجيه للسياحه وللتسوق اعطونا دفتر كذا ويوم ما مجانا سكن بهذا الفندق، وجيت سكنت فيه والله، بس يعني الفندق ما في شيء صراحة، حتى يعني ما بيتنا فيه، دخلنا فيه بركة سباحة شوية كذا وطلعنا مشينا ما جلسنا في الفندق. كان عندنا يوم يعني، بس حتى الغرفة والله ما دخلتها. وهذا مثل ما تشاهدون هنا الشاطئ كله على البحر وصوات الطيور، ويمتد يمتد من يعني مسافات طويلة، شواطئ كثيرة. هذا صوت البلبل ما شاء الله يطربنا. في واحد يرد عليه من اليسار، ينادون بعض. هذا واحد، هذا هنا والثاني هناك. الصوت ستيريو. يعني الحين راح تسمعون صوت من جهة اليسار وصوت من جهة اليمين. وهذه طيور البحر هنا، هذه من طيور البحر. وهذه الشواطئ الممتدة مثل ما تشاهدون يعني كلها مظلات هنا. هذا اسمه شاطئ الصدف، ساحل نصف القمر، شاطئ الصدف. وكل منطقة لها الشاطئ لها اسم. مثل ما تشاهدون الناس جالسين عند كل واحد ماخذ له يعني مظلة وجالسين فيها، جالسين خلف اعلان عشان الظل. أحسن شيء يعني كل منطقة ما فيها شارع، الشارع من خلف يعني ما في شارع. كان الأول تمشي سيدة كذا كله على البحر، وكانت الناس الأول خيام. حصل هذا شاطئ الأفمون في الأعياد مليان من الخيام، كله خيام. بس الآن تغير الوضع وصارت الناس يعني جاء منع من الحكومة يعني عدم وضع خيام وكذا، وضعوهم مثل ما تشاهدون المظلات هذه ورتبوا الأماكن حتى تصير لك ولغيرك. تعالوا اجلس استانس وروح عشان يجي غيرك يستعمل نفس المكان. وهذا الشارع اللي ممكن من خلاله تمر على جميع الشواطئ وتشاهدها من هذا الطريق. طبعا في مناطق كثيرة لازم ترجع للشارع العام وتدخل لها. هذا الشارع بس خاص بشاطئ الصدف، هذا الشارع خاص بشاطئ الصدف. إذا بتروح شاطئ ثاني لازم تطلع للشارع العام هناك وبعدين تدخل على الشاطئ. مقسمينها كذا يعني تصميمهم كذا للشواطئ.
تخفيف عن الزحمة، وكل شاطئ مستغل بمدخله. هذا شاطئ الصدف، الآن هذا نهايته هنا مع السور هذا، عشان نروح للشاطئ اللي بعده أو اللي قبله لازم نطلع من هنا للشارع العام وندخله من جهة ثانية. وهذا جالس تحت الشارع هنا، أحلى مكان. وهذا من الأماكن اللي يعني سووا فيها مظلات جديدة مثل ما تشاهدون، ووضعين فيها أعمدة النارة، ولسه ظاهر ما اكتملت. لا مكتملة والله، فيها لمبات، ولكن يبدو أن شغل المظلات مش حالك، يعني شغل ما نقدر نقول عليه صيني، لأن الصيني الآن أصبح يتقن الشغل ومسوين مدينة عظيمة ومدينتهم عظيمة وكل شيء عندهم صار عظيم. لكن شوف المظلة طايحة السعف منها، هذه المظلة شوفوا كيف، هذه المظلة شوفوا كيف، وهذه الانشاءات هناك تمشي ورا بعض في البحر، وهذا البحر هنا أصحاب التريلات جايين صافتين هنا وتسبحون وتنشطون. هذا ممشى، هذا المكان هنا ممشى فيه إنارة وتشجير، الشجر توه صغار مثل ما تشاهدون، الشجر تو الشجر صغير. هذا الشجر شوفوا كيف شجرة صغيرة. وهذا شاطئ آخر اللي بعد شاطئ الصدف، والله المظلات هذه اللي مسوينها بصراحة يعني ما هي عملية، مسحب النخل وشوفها طايحة ويعني إذا ما طاحت توها جديدة وطاحت، كيف بعد سنة سنتين ثلاثة وبعدين يعني مساحتها ما تفيد إلا إذا صارت الشمس في كبد السماء، إذا صارت الشمس في كبد السماء يمكن تصلح المظلة، أو أنك يعني تتبع الظل تحتها. إذا جيت الصباح لازم تصير خلف المظلة، وإذا جيت بعد العصر تكون على يسار المظلة. هذا اسمه شاطئ المحار، نفس شاطئ الصدف، وهي كلها نفس الشيء يعني متشابهة، مظلات وزي الخيام كذا ودورة مياه. هذا دورة مياه مثل ما تشاهدون، وهذا اسم الشاطئ شاطئ المحار. بس أشكال المظلات تختلف من مكان إلى آخر. المظلات على امتداد الشاطئ.
مثل ما ذكرت لكم تطلع على الشارع هنا وتدخل من مكان إلى مكان، كل هذه يعني متشابهة. شوف المكان اللي يناسبك، المكان الفاضي من الشارع هنا وتدخل. وكلها الهفون على الطريقة هذه يعني. يعني أنا ذكرت لكم أيام ما كانوا خيام، كانت العجزية والهفون حقيقة في الأعياد تكون ممتلئة بحقيقة بالناس، بالذات الشباب، شباب مليانة شباب. الوقت ذاك يعني ما هو مثل الآن، الدنيا تغيرت الآن. أول ذاك الوقت ما في مولات، ما في ألعاب نارية، مهرجانات، مدري إيش، ما كان في شيء، بس كان مجرد عطلة، والعطلة الناس تجيها على البحر، يجون من الرياض، يجون من الشمال، يجون عشان البحر. الناس كانوا أول يحبون البحر، أول ما كان مثل الآن في ميديا وفي ناس تشبعت الآن، تعرف كل مكان وشافت كل مكان تشوفها عبر الميديا، ويمكن لما تجي على الواقع ما يعجبها، لأن الميديا تغش. الميديا تتفرج عليه وانت جالس في بيتكم تحت المكيف وتشوف المنظر، يعني دائما يأخذون من الزوايا الجميلة ويضعون موسيقى وانت تتفرج وتشاهد، لكن لما تجي تروح على الطبيعة ما تشوف اللي شفته بالفيديو. طبعا مثرة علينا أشعة الشمس على القزازة عاكسة مقللة من الوضوح، والله المستعان. يعني لفناها من هنا تشوفون كيف تصير واضحة، لأن ما في شمس على القزازة من على اليسار. ونرجع للشارع وندخل الجهة الأخرى، وهكذا دوارية، عرفتوا كيف؟ فكانت الناس الأول يعني محصورة بهذه المتعة الفطرية، البحر والبر، ما كان يعني يتدخل الإنسان في إمتاع الناس. يعني تدخل الإنسان يعني يعمل لهم ملاهي، يعمل لهم مولات، يعمل لهم عروض، معارض كذا في الأعياد وعروض ومدري ايش وتنزيلات وفي الأسعار ومهرجانات ومسيرات. ما كان يوجد هذا الكلام، كانت الناس على فطرتها، عطلة يلا البحر. والله ما أذكر أحد كان يشتكي في ذاك الوقت بأن هذه كانت متعة مملة أو أنها غير ممتعة، بالعكس كانت ممتعة جدا ويستانس فيها الكبير والصغير. أما متعة اليوم حقيقة يعني يستانسون فيها الشباب، بس الكبار ما يستانسون منها، يشعرون بالإزعاج ويشعرون بالزحام وبالفوضى وبعض السلبيات اللي موجودة اليوم. فكانت الدنيا بسيطة، أما الناس في الشتاء يروحون يكشتون في البر، والصيف يروحون يكشتون في البحر، على البحر يجلسون يطبخون، ولا يروحون مشاتل. هذا قصر محمد بن فهد اللي في العقربية كان أول مكانه مشتل، ومن هنا دخلت هذا الشاطئ. كان مكان أول مشتل، أذكر كنا إحنا صغار نروح فيه دائما والله، وشم ريحته، والله إني أشم ريحته لحد الآن من ريحة الشجر وكذا، ونلعب كورة مع الأهل والأقارب. أي والله كانت أيام جميلة. على كل حال، فكانوا الشباب، معظم الشباب تجدهم هنا في شاطئ الهفمون، والله ما تحصل لك محط رجل من الزحام ومن السيارات، تشوفهم ايش كثرهم. يعني رغم ان هذاك زمان اول، بس الحين شوف كيف الشواطئ فاضية يعني، وعوائل وكذا ما
ما أشوف أحد، أعداد خفيفة ما كان كذا بالسابق. وفي السابق كان شاطئ الهفون نفس المنظر هذا، شوفوا المنظر هذا أمامي الآن هنا الشاطئ كيف، ما في شيء كذا فاضي، وتمشي على سيف سيارتك والمكان اللي عجبك توقف فيه وتحط خيمتك ولا فرشتك وتنزل. هذا مثل ما تشاهدون الآن هذا من بقايا الماضي الجميل مثل ما تشاهدون كذا بالضبط. هنا وتوقف سيارتك وتحط خيمتك على البحر مباشرة، تجلس وتستانس وتشاهد والأمور طيبة إن شاء الله. وهذا طير من طيور البحر واقف، اللي يشوفه يفكره فرخ بس ما هو فرخ، وهذا حجمه كذا. هذا من طيور البحر. هناك واحد يطير بالباراشوت أو يمكن هذا الدباب، الدباب الطائر. والله ما ادري هو دباب ولا باراشوت. اها لا ها بالطراد، مربوط بالطراد. وين راح هذا؟ مربوط بالطراد، وهذا الطراد. طبعا المكان بعيد، وهذا المكان. يعني أنا نفسي شوف وقفت واستانست، وقفت يعني في المكان ومستانس على صوت البحر ولا مظلات ولا شيء. وهذه طيور البحر. وهذاك نزل بالمظلة على الطراد. وممكن أحد يقول لي طبعا يعني أبو صالح المنظر هذا الآن أجمل من اللي تشوفه الأشجار والحدائق والكلام هذا. الحقيقة أكيد ما هو أجمل، هذه المناظر أجمل وكذا، الأشجار والحدائق والمنظمة، ولكن يعني أنا أروي تاريخ وأروي ما كنت أشعر فيه. أكيد يعني إنه العمر له دور، لأني أنا كنت شباب والشباب عنده شغف يعني الخروج والتمشي والاستكشاف والاطلاع، واللي في سني يعني يكون اكتشف الدنيا وخلص، يعني عارف وين المناطق وعارف كل شيء وعنده خبرة
ويعرف كل شيء، واكيد مشاعره يعني الشباب، يعني الشباب عادة ما يفكر، يمشي يعني. أنا يعني أخذت فترة من حياتي أتأمل وأشوف يعني لابد ما تمر هذه الفترة على كل واحد يعني من الناس، لما يبتدي يكبر يتأمل يعني، يبتدي يفهم الحياة ويكتشف الحياة، يأخذ له وقت يصفن كذا مع نفسه ويتأمل ويفكر. فكنت شباب كنت أسافر وأروح وأجي ما أفكر يعني، ما كنت أفكر يعني. الشباب قوة، يمشي تعال نسافر مصر، تعال نسافر أفريقيا، تعال نسافر آسيا، يلا في فلوس يلا يمشي تطير ما يفكر. لكن لما يوصل الواحد منتصف العمر يبتدي يفكر يعني ايش الفائدة من هذا، يعني يصير في اتزان بين العقل وبين القوة، يصير يفكر بين العقل وبين القوة، يعني في توازن، يعني يكون حكمة. لذلك حتى الأنبياء والرسل يعني جاتهم الرسالة في سن 40، وليس كلهم يعني، نبي محمد في سن 40 يعني، وكذلك وفي قول الله سبحانه وتعالى إذا بلغ أشده 40 سنة. فهذا أشد الرجل يعني الاتزان بالقوة والعقل، يعني ما يكون مندفع، لكن الشباب مندفع. ولذلك حتى في عمليات الشباب الفترات اللي طلع فيها الجهاد ويحاربون وكذا، كلهم شباب 17 سنة 18 سنة، يعني المشاعر عنده نشطة وجياشة، وإذا كان متدين يندفع. لكن سن 40 غير، يختلف، يكون في الفترة هذه أب ومسؤول، وإذا وصل للسن 60 مثلي هذا يعني يتحرك بعقله أكثر ما يتحرك برجوله. يتحرك بعقله يعني لما تذكر له مكان ولا تعال نسافر ولا يفكر يشوف إيش الفائدة من هالمكان، وش يصلح ما يصلح، هل يجد فيه متعة ما يجد فيه متعة، لأن يختلف المتعة صارت عنده تختلف، والأفكار تختلف والمبادئ والقيم تختلف عن الشباب. الشباب مثل ما قلت ذكرت لكم ما يفكر، يمشي يعني عليها يلا، حتى إذا شاف هوشة ولا شيء مع ربعه ما يجي يفك بينهم، يطب يتهاوش. هذا الشباب يعني، ليش يقولون الشباب يعني سنخطر وكذا، ولا تروح ولا تجي ولا، يعني في تهور يعني. فهذا الاختلاف، لأني أنا كنت أعيش بهذه المشاعر، مشاعر 17 18 سنة، دائما نروح لهفمون دائما، وكنا نمشي بسرعة، وهذه طيور البحر صافين في هذا الدوار، وكنا نمشي بسرعة في السيارات، ما كان في ساهل ولا كان في، بس كان في أحيان مرور يعني تلاقيه متخبي تحت كبري ورا كبري، ويكون قدامك تحصل فيه كمين من الشرطة أو من المرور يبلغ عليك ويصيدونك قدام. الحين شوفوا كيف اختلفت، يعني لا يحتاج دوريات ولا يحتاج كمين ولا أبد، الكاميرات مركبة في كل مكان، أي مكان تعدي فيه السرعة تجيك رسالة على جوالك بالتاريخ وبالوقت، وتدخل بعدين على جهازك تفتح جوالك ويطلعوا لك الصورة، يقولك شوف هذا أنت. اي لا، وكل وقت ما يستحي من وقته، رغم اختلاف الزمن. احنا نقول حق الشباب وحق الصغار زمانكم كذا وحنا كان احسن، وكنا هو نفس المشاعر اللي عند
الطفل الآن نفس المشاعر اللي كانت عندك، بس اختلف الزمن. أنت الآن عقلت فتشوف أنهم هذول مهابيل، والإحبال اللي في وقتهم في هذا الزمن يعني ما كان موجود في زماننا وقتنا، يعني مثل ألعاب الجيم بلاي ستيشن وإدمان الأطفال والشباب عليها والجوالات والمقاهي والأمور هذه كلها. يعني إذا نراها غير جيدة، يعني لأن كبرت أنت يعني عن الأشياء هذه، وعقلك أصبح أكثر رجاحة من السابق، وتعرف اللي يفيدك واللي ما يفيدك، فلذلك دائما تجد فيها الشباب يعني. والحين صارت معظمها كلها بنات بعد، وين أول تشوف بنت؟ ولا تحصل الأول في وقتنا اللي يغازل من الشباب يروح شارع سويكت. ليش يروح شارع سويكت؟ لأن شارع متخصص في ملابس النساء وأغمشة النساء ومحلات الذهب، فالحريم هناك واجد، فتلاقيهم هناك يقفون على الرصيف متكشخين وكذا ومزبرق، وكل واحد غترته والثوب مكوي، يغازلون شارع سويكت. الحين وين؟ وش يغازلون؟ يغازلون حريم بيوت. يعني ما كان في التبرج هذا سابقا، ولا يعني الملابس هذه، يعني كانت يعني فرق كبير ذاك الزمان عن هذا الزمن. يعني الآن الناس يعني تحررت وانفتحت، وأسباب هذا التحرر لمواقع التواصل والأجهزة الحديثة وانفتاح العالم، فأصبحت الناس تشاهد كل شيء. فأنت في البداية تشاهد تستنكر، تشاهد تقول تستنكر إيش هذا، وكيف هذول عايشين كذا، كيف هذول ما يتغطون، كيف هذول متعرين، تبتدي تستنكر كل ما شفت شيء تستنكر. كل يوم تشوف أشياء جديدة، وشوي شوي ويموت عندك هذا الاستنكار، وشوي شوي وتلاقي نفسك شفت شيء وعجبك وتحب تسوي مثله. هذا اللي يحصل الآن، هذا التقليد الأعمى، يعني إلا من رحم ربي، وربي دائما يرحم من كان تأسيسه يعني صحيح، يكون تأسيسه صحيح يعني بالقرب من الله والعبادة والصلاة و بر الوالدين ودعاء الوالدين، فربي سبحانه وتعالى يحميه بأعماله، يبعد عن السوء ويبعد عن الشر. واللي ما هو حول الأشياء هذه لا والله، يعني يبي يغرق في التقليد والتبرج والتمدن، بل ويصبح يعني جريء في الرد على من ينتقده ولا على من يستحقره. وممكن بعد في الأنظمة الحديثة يقاضيك ويسجنك بعد. أي نعم، يعني ما أدري شو أقول والله، لكن عاد الله المستعان. وهذا بعد الشاطئ يختلف عن المظلات اللي فيه، تختلف عن هناك. مثل ما ذكرت لكم كل شاطئ له مظلاته الخاصة وأشكاله الخاصة ومكانه الخاص. طيور البحر ما شاء الله، بس طيور البحر هذه يعني حساسة، من تقرب عندها تطير. شوف رجولها كيف طويلة، أنت يا أبو رجل الزرافة، سبحان الله، الرجل أطول منه.
سبحان الله، الله خلق له هذه الرجول الطويلة وهذا المنقار الطويل لأنه متخصص في الأماكن الطينية، يمشي في الأماكن الطينية ويصطاد الدود واليرقات اللي تكون في الطين. بس إن هواه اليوم جابه عندنا، وسبحان الله ما يخلق الله شيء عبث. والله أنا شفت مقطع فيديو يعني الشخص يروج للهاف مون، يعني قلت يروج كلمة كبيرة حد يفهمها غلط ولا شيء يحسبها ترويج مخدرات، لا يعني مقطع ترويجي للهاف مون، يعني يحس الناس يقول إن الهاف مون تم استحداثه، و مصور يعني الجزء اللي قدام اللي شفناه أول شيء ومركبين مظلات تم تجديده بالكامل وكذا، يعني من الكلام هذا ما في شيء. المظلة اللي شفتها اللي صورتها لكم من السعف خربانة، وواحدة ثانية جنبها ما قدرت أصورها فيها عائلة، والباقي فاضي ما اكتمل، وهناك مسكر اللي فيه المظلات، هذا اللي موجود، والباقي يعني هذا وما تغير في شيء، نفس الهافون السابق، نفس الألعاب ونفس المظلات. يعني بعض اللي يصورون في الميديا وهذا بصراحة يعني ما يوصفون الشيء بدقة، يعني ما المفروض يقول هذا المكان الجزء قاعدين يشتغلون فيه يطورون الهافون في هذا المكان فقط، يعني ما نخلي الناس تشوف تروح تركض مثل ما أنا رح تركض، ما في باس. يعني طلعت من البيت اليوم جمعة ما في شيء، وقلت أتمشى شوية وأتفرج وأشوف، بس يعني ودك إن الخبر يعني صحيح. هنا المكان حلو بعد، هنا النظام فيه كراسي هنا محطوطة على الشاطئ، جلسات وكراسي مثل ما تشاهدون، هذه الكراسي مثل ما تشاهدون على البحر مباشرة، المكان كله هنا. يعني الأخوان هذول اللي يصورون مقاطع ودي أقول لهم، أوجه لهم نصيحة إعلامية يعني وتجارية أيضا، كل شخص يعني يغش الناس يعتبر نفسك منتهي، لأنك راح تفقد الناس، اللي يجيك مرة ما راح يجيك ثاني مرة. كن صادق مع الناس وصريح، وهذه شروط يعني في إسلامية، شروط شرعية وفيها البركة وفيها الرزق، والله يرزقك إن شاء الله، الناس تحب الشخص الصادق والناس ترتاح له. أما الغشاش خلاص، إذا غشك مرة ما راح يرجع لك، إذا غشيتها مرة ما راح يرجع لك وراح تخسره، عرفت كيف؟ والناس اللي تصور في الإعلام نفس الشيء، لما ما تنقل المعلومات مضبوط يعني يتابعك أول مرة وبعدين يشوف معلوماتك ما هي مضبوطة ما هي صحيحة، يعني ليس ما هي مضبوطة صحيحة بمعنى ليست صحيحة، يعني أنت قلت معلومة خطأ أو كذا يعني بالخطأ، لا يعني تنقل معلومات زي هذا اللي قال شاطئ الهافمون، ودي شاطئ الهافمون ما هو مكان واحد، شاطئ الهافمون كبير. مرة ثانية تشوف حسابك أو أخرى، ما تدري أنك راح تنقل لي معلومات خطأ وكسرت في الوقت الحالي. اللي يزورون الأخبار واللي يزورون الكوارث الطبيعية واللي يزورون العواصف
يعني في إعصار بأمريكا، هذا في فلوريدا اللي ضربه في فلوريدا، يمكن شاهد 70-80% من المقاطع حق واحد مزور العصير، يعني مزورها كيف يجمع لقطات من أعظم العصير اللي حصلت في السنين اللي طافت 20 الأخيرة هذه، ويجمعها ويأخذ أصعب مقطع فيها، وتكسير سيارات تطير، وركب عليها أصوات ناس تصارخ، انتشر في المواقع بشكل مهير، والناس تتداولها وتصني من بعض الأصدقاء، وأصبحت الأخبار نفس الشيء، واحد يحط في قناته في مثلا على التيك توك والحدث، قناة الحدث، ما هي الحدث، كذاب، حاط بس صورة الحدث. وما زالت التطبيقات هذه حقيقة ما يعني لحد الآن ما عندها إجراء يعني ممكن تقاضي الشخص هذا أو تقلق حسابه فورا الذي يزور في مثلا المحطات الإخبارية ويحط شعارها وكذا. وكثير على اليوتيوب نفس الشيء، يعني كله كذب وكله تدليس وكله كل واحد يلف على كيفه. يعني هذه الناس كانت قبل يعني هذه كلها تسمى جرائم إلكترونية، بس يعني كل اللي يحصل هذا في المواقع جرائم إلكترونية، يعني كانت في المجتمع في وسط المجتمع يعني أصحابها يسجنون ويعاقبون ويغرمون، لكنهم على أساس أنهم على مواقع إلكترونية ما يلحقهم أي ضرر أو يمسهم أي شيء. فحقيقة تفسد على الناس المعلومة الصحيحة والخبر، وهي عبارة عن إشاعات وأكاذيب وتدليس. حتى في أحدث إعصار، هو الإعصار اللي ضرب فلوريدا بأمريكا واللي يعتبر أقوى إعصار، بعضهم يقول أقوى إعصار مر عليها، وبعضهم يقول أقوى إعصار في 100 سنة الفائتة هذه من الدرجة الخامسة. وشفت الضرر أنا ما أنا حقيقة، يعني ما مرت عصير أشد منه بعد ما وصل يعني اليابسة، لكن حجمه كان مهيل، وكانوا متخوفين منه، وزخم الإعلام زاد يعني في الفترة الأخيرة، صارت الناس كلها عبر الوسائط والمشاهدات، وصارت الناس يعني هذه الأشياء تكسب منها فلوس ومصدر رزق لها، زي اليوتيوب. يعني في ناس تجلس تكذب، تفتح حسابات وتاخذ لقطات من هنا ومن هنا، وتقدم عليها مشاهدات بمئات الالوف وكذا، ومصدر رزق لها يعني يدخلها. يعني مثلا واحد في مصر، واحد في الاردن، واحد في سوريا، في فلسطين، ما ادري وين، يعني جميع الدول هذه، يعني كان يحلم براتب يوصل $500، يحلم براتب يوصل $500، ما يعادل حوالي 2000 ريال، وأصبح هو في بلده يعني من خلال هذه القناة يحصل له $2000 $3000، والتغنية، ويجلس يشتغل على الناس ويكذب عليهم ويقاضي الناس ويحاكم الناس ويكفر الناس، والعروبة وما العروبة وخونة وصار هنا وكذب، وهو هذا اللقطة من 20 سنة. وهذا يعني صراحة صار حال الميديا، بما أني أنا رجال خبير في الميديا والخدع في المونتاج والفوتوشوب وكذا، يعني أكشفها بسرعة أكشفها بسرعة، ويعني حتى أني أخبر اللي يتواصلون معاي واللي يرسلوا لي أقول لهم هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وجده شيء متعب صراحة يعني. ولكن الآن يعني أصبح الذكاء الصناعي وصل إلى مستوى يعني ما تقدر حتى تكشفه بتبديل الوجيه وتغيير الملابس وأمور كثيرة، يعني ما تستطيع أنك تكشفه يعني يمكن تكشفه بعقلك يعني بالمنطق، وليس
بخدعة التصوير أو الفوتوشوب. أين والله المستعان. وهذه نهاية فلوق اليوم، اليوم الجمعة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الموافق 8 ربيع الثاني 1446، موافق 11 أكتوبر 2024. والساعة الآن 9:15. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عادل اليامي أبو صالح. وصاحب المظلة تركناه في الهافمون وحصلناه هنا في العزيزية يسحب هذاك القارب البرتغالي. هذيك مدينة الخبر، التحلية، منطقة التحلية أو حي التحلية أو حي النورس، حي النورس. وهذول صيادين السمك، أكالة السمك اللي يأكلون السمك هم. ما في صيد. ريحة البحر. بعض الأحيان البحر يطلع له ريحة زفر. السمكة تتحرك عند الطعم. والبحر صافي ما شاء الله هنا. ما فيش. تشربكت الخيوط. لا يوجد شيء. والله الشارع هذا خربان. شوفوا هالمساكن هذه مساكن المساكين. مشروع جديد، وانتجع أجمل مكان للضيافة السياحية. هذا اسمه
الآن نبدأ إنتاج الهافمون، مشوار الهافمون اليوم صورناه في الهافمون، نبدأ المونتاج. أول شيء يعني أنا حبيت أصور هذا المقطع. بعض الأخوان يسألون يقولون إيش البرنامج اللي أنت تستخدمه، فأنا أستخدم برنامج فاينل كات. هذا برنامج فاينل كات مثل ما تشاهدون، خلونا أطفيه وشغله من جديد على الماك بوك. هذا مثل ما شاهدتم برنامج المونتاج، وهذه قائمة هنا التنقلات بين مقاطع الفيديو، وهذه الفلاتر اللي موجودة في الفيديو، وأعدادها يعني ليس لها عدد محدود. الفاينل كات يعني من البرامج المونتاج اللي ممكن تضيف عليه فلاتر وانتقالات بين مقاطع الفيديو بعدد لا محدود. كثير من المواقع تبيع شو اسمها افكتات وفلاتر وانتقالات بين مقاطع الفيديو، متخصصة في هذه البرامج الفاينل كات والأدوبي برايمر والبرامج الاحترافية حق المونتاج. عندنا الآن نبدأ مشروع جديد. هذا المشروع الجديد حق شاطئ الهافمون. أول شيء نفتح الموضوع ونحدد يعني الموضوع إيش راح يكون اسمه. شاطئ الهافمون، وشاطئ الهافمون حفظنا على الاسم، وبعدين نحدد النوعية. احنا نبغى ايش، اتش دي ار او اس دي ار. هذا الاس دي ار نختار ال HDR. احنا عملنا HDR. الخيار الثاني اللي هو بروجكت، اللي هو اللي راح نعمل عليه تحت، نحط عليه مقاطع الفيديو. هنا عندنا عدة خيارات. هيك الخيار اللي نبغاه اللي هو ال RGB، الوان الالوان جي بي بدون ال HDR او ال HDR، ومنها وكل نوع في شكلين. يعني احنا نبغى ال HDR، ملفاتنا HDR، وهذه الجودة اللي راح تصور فيها ايش تبغاها، يعني الكواليتي افضل جودة. وهذا الاطار، احنا الاطار صورناه اليوم سرعة 30، خليه على سرعة 30، نعدل لنا فيه الى 120 بعد يعطيك اطار او اكثر حسب ملفاتك، بس اللي يطلع لك هنا من 24 إلى 60، احنا اخترنا 30. وهذا 4K، تحتاج 4K أو 8K أو كله موجود، يطلع لك حسب ملفاتك. وهنا نكتب شاطئ الهافمون مرة ثانية ونسوي حفظ. نزل عندنا هنا في يعني أنا المصطلحات الأسامي حقيقة ناسيها، يعني هذا خط اللاين اللي تنزل عليه الفيديوهات وشغلات، ما أعطي دروس أنا ولا حقيقة وكذا، فما ما ما عندي اهتمام بالأسامي، لكن أعرف إيش أبغى. نشيل الملف هذا ونحطه في ليبر اللي إحنا سويناه الموضوع بالتاريخ. هنا نحط الملف، حطينا الملف. يقول في ايش مشكلة، ايش المشكلة ما ادري والله. يقول ايش عندك ديسكتوب، يقول مساحة ما في عندك مساحة على الخبر المذاق المغربي وفوال حراج وخبر
وهذا وخطبة الجمعة كلها ملفات خلاص منتهية ونحذفها من الجهاز لأن هذه أحجامها كبيرة اللي اشتغلت عليها سابقا إفراغ سلة المحذوفات نحذفها كلها مرة واحدة حذفناها وعندنا هذا فوال الحراج ومشوار الدمام هنا بعد جسر البحرين هذه بعد ملفات ما نحتاجها نسوي لها افراغ تاخذ علينا يمكن 400 دقيقة هذه الملفات اللي انا سويتها وهذه هنا ايش ليش هذه رجعت مرة ثانية الملفات انا حاذفها ليش رجعت خاف سويت لها استرداد وانا ما ادري ايوه انحذفت الحين نعيد ننقل الملف حق الهاكمون ونحطه هذا هو شفتوا كيف قبل معانا هنا ما ادري ايش يقول بعد انجي تو هيستوريك فور اني اور مور ليبريان وركنش اوكي ما ادري ايش قال ما ادري ايش قال بس مو مشكلة هذه الملفات الحين جبناها كلها ونزلناها على الخط هنا ونعدل البرنامج نوسطه وبعدين نعطيه كامل الشاشة ترى يدخل علينا شيء ثاني نسكر اول خطوة هذه الملفات بعد ما حملناها ونجي هنا على اول فيديو نعطي له تعديل الالوان استنى يا سيد راح اعدل كل الالوان هذه من ميزات الفاينل كت يعني في خصائص تعديل الالوان اوتوماتيك لكن اذا ما يعجبك اللون فممكن انت يعني تدخل على خيارات اخرى مثل هذه الان يعني لون فيها ازرق كثير فممكن تعدل فيها يعني حسب راحتك طبعا المسألة هذه تحتاج الى كثير من الخبرة ومن المعرفة حتى تكتسب الخبرة وتعرف وين تقارن الآن شو المقارنة يعني راح الأزرق وصار يعطينا ألوان أفضل من السابق ما ودي أطل عليكم وممكن أنا يعني أدخل على نفس اللابتوب وأصور الشاشة بدل ما أصور كذا بس حبيت يعني أظهر لكم يدي وشوفوا الفرق هذا الفرق الآن في الصورة هذا أول تعديل شفتوا كيف الساعة الآن تقريبا السادسة صباحا وممكن يعني نعطيه زيادة ألوان شوية حتى شوفوا كيف صار أكثر خضارا وكذا يعني صار في لمعة سريع بس هذه عشان تتعلمها اللي انا سويتها بسرعة تحتاج الى سنة او سنتين والله المستعان يعني هذا الالوان الان ما شاء الله حلوة جميلة ممكن ناخذ هذه الالوان ونسوي لها يعني نجي هنا مثلا ونضيفها على كل المقاطع من غير ما نبدأ نعدل عليها الآن نحذف التعديلات السابقة شفتوا كيف صارت ونلصق التعديل الجديد شفتوا كيف صار هذا هو هذا يعني هذا اللون السابق وهذا اللون الجديد يعني كان الأول أزرق طاغي وعدلناه وما في شيء واضح هنا الآن صار واضح ما كنت انتبه للكاميرا إذا تحبون دروس على الفاينل كت وهذا علموني عشان أرسل لكم روابط دروس
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.